اشرب بيه. قبضنا على اتنين والتالت خلع منا. ماشي يا فندم ماشي. هتقوم ورايا. تسلم بيه. الحمد لله يا باشا. عايزك تستلم العيال دول لحد ما نرحلهم على النيابه بكره ان شاء الله. مين دول؟ ده صوت 9 مللي؟ هم يا سيدي، بس لسه ناقصين ثلاثه. هنقررهم النهارده ان شاء الله ونعرف اماكن العيال التانيين. والله كتر خيرك يا باشا انك شغال في الظروف دي، انت عارف طبعا اللي بيحصل في الاقسام الثانيه دلوقتي. ايوه يا اسلام، بس ده مش هيمنعنا ان احنا نشوف شغلنا. والله يا باشا ده في ظباط كتير قوي سابت موقعها وظباط اكتر استقالوا. ربنا يستر على البلد. ماشي يا باشا، نورت يا باشا. السلام عليكم. نورت يا باشا. خد يا ابني رينا دول دخلهم على الحبس. يلا يلا. مفيش حد هنا يا شباب ولا ايه؟ ايوه مين؟ ايه؟ بتقول ايه؟ هجموا على الشركة؟ وانتوا كنتوا فين يا معايم؟ البوليس قبض على اتنين والتلاتة التانيين فين؟ ما ترجعوش غير بيهم وتنزلوا على التحرير. اضربوا العيال دي بالجزمة، سامع ولا لا؟ طلعوهم بره البلد. اهم يا لهوي، أنا خايفة عليك يا طلعت والنبي. ما تلاقيش يا زينة، هو ده الوقت المناسب. لو العيال ما خرجوش دلوقتي مش هيخرجوا طول عمرهم. خلي بالك من نفسك والنبي، أنا ماليش غيرك. تعالى كده تعالى كده تعالى كده، وسع وسع. أنا فيهم معاهم. ولا في عم ده هو في المهمة غير غلابة زينا. أنا أعرف أتصرف معاهم. بقول لك يا عم ده هو. أنا عايز الغلابة اللي جوه. وسع عنك. خلينا نخش يا عم وقفت. ماشي، انا عارف انها مش هتيجي بالذوق. ماشي بص
مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا مامي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. حرام عليك، نشفتوا دم من الخوف. ليه بس يا فريده؟ يعني يا فؤاد مش شايف اللي بيحصل في التحرير؟ ايوه يا روحي، ما احنا لسه جايين من هناك انا وشروت. بقول لك ايه، احنا اتظاهرنا وهتفنا وعملنا كل اللي علينا، خلاص مفيش مظاهرات بعد كده، مفيش تحرير. ليه بس يا مامي؟ ده حتى بيقولوا ان هما بكره هيعملوا. مفيش بكره، مفيش بعد بكره، خلاص طالما مفيش شبكه نت ومفيش شبكه موبايل مفيش نزول للتحرير. ليه بس يا فريده؟ ما احنا كنا عايشين من 10 15 سنه ومفيش موبايلات وكنا عايشين عادي جدا. يا فؤاد الظروف ما كانتش زي دلوقتي، حرام عليكم والله العظيم نشف دمي، كنت هموت من الخوف، كنت خايفه في اي لحظه البلطجيه يجوا يكسروا الباب يسرقوني يقتلوني، حرام عليكم. خلاص خلاص يا حبيبتي، انا مش نازل مظاهرات تاني. ممكن خلاص يا مامي مفيش نزول تاني. يا نهار ابيض، انا مش قادره اصدق الباب ما بقاش فيها بوليس، ده كده مفيش امان. تعرف ان ممكن كده بلطجي يدخل علينا ويسرقنا عربيتي؟ يا نهار اسود ممكن يسرقوها. استني بس يا ياسمين اسمعي، تمنعوا الدراجات البخاريه من المرور. ده بيقول لك ان هم هيعملوا حاجه اسمها لجان شعبيه وكل واحد ينزل يقف مع جيرانه. بقول لك ايه، انا نازل. نازل رايح فين؟ هنزل اقف مع الجيران. تقف مع الجيران؟ هو انت تعرف حد اصلا؟ لا بس يعني اكيد هنتعرف على الاقل، ان احنا عربياتنا ملعون ابو العربيات، ما تسيبنيش لوحدي في الظروف دي. اعمل ايه بس يا ياسمين؟ بلا تعمل بلا زيف، تفضل قاعد جنبي. انا اهم سياسي واضح. التعليمات جت لنا بالانسحاب من الشارع. اتفضلوا حضراتكم روحوا عربياتكم لغايه ما تيجي تعليمات جديده. سيادتك يا فندم، انا مش هسيب هنا لغايه الامور ما تهدى تماما. واحنا معاك يا فندم. لا ارجوكم نفذوا التعليمات وروحوا، وانا لما احتاج لكم هبقى اكلمكم. اتفضلوا. تمام يا فندم، يلا شوفيه. تمام يا فندم، تحت امر سيادتك. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك يا بابا، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. كده يا إيهاب برضه؟ كل ده تأخير يا ابني من غير ما تقول لنا ولا تسيب لنا خبر. معلش يا ماما سامحيني. طب يا أخي كنت تتصل بينا بالتليفون طمنا عليك. يا بابا ما شبكة الموبايلات كانت واقعة. يا سلام، ما تليفون البيت أهو. معلش فاتتني دي، الأحداث كانت ماشية بسرعة رهيبة، الواحد ما كانش عارف يفكر. المهم إن أنت بخير. الحمد لله، طول ما مصر بخير أنا بخير. بس مفيش نزول تاني. اديك شايف الضرب اللي في الشارع. مفيش نزول تاني يعني ايه؟ ده انتوا المفروض اللي كنتوا تنزلوا. يا ابني ده احنا عواجيز. عواجيز؟ في التحرير كان في ناس اكبر منكم بكتير، انا سبتهم وجيت وهم فضلوا بايتين هناك. ما اقدرش اقول لكم على اليوم، اليوم كان تاريخي، اليوم كان عالمي، وهم بيغنوا في نفس واحد سلميه سلميه ولا وقت الصلاه. كانوا مئات الالاف وهم بيقولوا الله اكبر في نفس واحد، كان جسم الواحد يقشعر. الله، فعلا مصر خدت خطوه لطريقها للتغيير. ايه الفقر ده؟ وانا يا رب كل ما استاسريها تسرق مني؟ ده ايه اللي حصل لك كلمه ده؟ اتسرقت؟ ايوه يا سيدي اتنيلت. انا كمان اتسرقت. اكيد طلعت. لا مش طلعت، انا عارف مين اللي سرقني. مين؟ سوسو. سوسو بنت الكلب. نادي الاشكال اللي انت بتجيبها عنا. وبعدين انا بأشفر بكوح تراب. انا مفيش قدامي غير ان اروح اقعد عندهم اليومين دول. مفيش قدامي غير نعمل كده. امك؟ امك ايه؟ امك ايه؟ طب وانا والحكومه اللي بره؟ يا ابني هو في حكومه في البلد؟ انت ما سمعتش ان الشرطه كلها انسحبت؟ يبقى انا بقى هروح لياسمين. ازاي يعني؟ هتروح لها ازاي؟ ما احنا اتفضحنا في كل القنوات وفي كل المجلات وفي كل الجرايد. لا لا يا عم، دي لسه مراتي، اكيد وحشها يعني، وانا عارف انها